بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة عن دعاء كلنا بنعرفه وكلنا بنقوله تقريبا، اللي هو دعاء الفرج للإمام الحجة عليه السلام. إحنا لما ندعي للإمام بنتصور إن إحنا بنقوله كده وبنمشي، إنما الدعاء ده بيوصل للإمام، وبيوصل للإمام الإمام بيجاوبك عليه، وبيكتب عنده إن أنت دعيت له، لأن الإمام محتاج لدعائنا كمان. يعني هو قاعد في الانتظار واحنا قاعدين في انتظار، هو قاعد في انتظار الامر له بالخروج واحنا قاعدين في انتظاره ان هو يجينا. فهو بيقول ادعوا معايا، ادعوا معايا للفرج. الفرج لقلنا احنا اهم، لان هو لما يطلع احنا بيتفرج علينا. فالدعاء ده مهم قوي، كلنا بنعرفه، يمكن كلنا بنقوله كل يوم. هو مستحب ان يقرأ ورا كل صلاة، اللي هو اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كلياتنا عارفين، صغيرين وكبار، إنما يا ترى حد فينا بيعرف فايدة الدعاء ده إيه؟ الدعاء ده الإمام الصادق بيقول لك له 24 فايدة. هقرأ لك الفوائد دلوقتي. الإمام الصادق عليه السلام بيقول من يدعو لقائمنا فإنه يدعو له، يعني أنت لما تدعي له الإمام بيدعي لك. وطوبى لمن دعا له إمام زمانه. عارفين يعني إيه طوبى؟ طوبى دي شجرة في الجنة، كل فرع فيها في بيت من بيوت المؤمنين في الجنة إن شاء الله. طوبى يعني تكون أنت من ضمن المؤمنين اللي تدخل في بيوتهم الشجرة. فوائد الدعاء للقائم عجل الله فرجه مكتوبة في كتاب مكيال المكارم، بيقول فيها ايه؟ اول فايدة للدعاء ده يثير غضب الشيطان اللعين. اتنين، بيكون سبب لاستجابة دعائك. لما تيجي تدعي وتتوسل بالامام الحجة، الامام بيقول هذا كان بيدعي لي دايما بدعاء الفرج، انا لازم اساعده. ينجي صاحبه من فتن اخر الزمان، يؤدي الى غفران الذنوب، يستوجب شفاعة الإمام الحج عجل الله تعالى يوم فرجه في يوم الحساب. وده بيديك علامة أن أنت من المنتظرين لظهور الإمام. يعجل بفرج مولانا صاحب العصر والزمان، يطيل العمر، ينفع الداعي عند سكرات الموت ويخفف عنه. 10، يزيد في إشراقة نور الإمام عجل الله فرجه في قلب الداعي. يعني انت لما تدعي الى الامام وتتعود لسانك على الدعوة دي، تحس ان في اشراق ونور في قلبك. ينال اعلى درجات الشهداء يوم القيامة، الفوز بشفاعة فاطمة الزهراء عليها السلام جدته. يكون الداعي ممن احبه الله تعالى. لما ربنا يحبك بيوفقك للدعاء، اعرف كده دي علامة. يبدل السيئات بالحسنات، يدخل الجنة بغير حساب، تستغفر له الملائكة، يكون لها آمنا من عطش يوم القيامة، يكون هذا الدعاء مؤنسا له في عالم البرزخ والقيامة. شوف قد ايه فايدته. يزيل الهموم والغموم. 20، هو أفضل الأعمال عند الله وأحبها إليه. 21، يجزى صاحب الدعاء خيرا يوم القيامة، ده من كمال الدين وبمنزلة من يقتل تحت راية الإمام المهدي عجل الله فرجه ويحشر مع الأئمة الأطهار عليهم السلام. 24 فايدة للدعاء لسطرين منقول. تعودوا أنكم تقولوا ورا كل صلاة. في مجالس العزاء إحنا متعودين أن إحنا نقولها، وفي خصوصا في عاشورة، وإنما إحنا عايزين نتعودها من يوم وطالع دلوقتي إن إحنا نعملها ورا كل صلاة. نتعود إن إحنا نقولها عشان ناخد الفوائد بتاعتها. من نقابلكم في موضوع تاني إن شاء الله، ودلوقتي نقفل موضوعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.